بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التحايا لكم أعزائنا من فترتنا هذه يسألونك عن الإنسان والحياة، التي تأتيكم مباشرة على الهواء على أرقام الهاتف 01-853-804-853-805-853-860 وعلى رقم الواتساب 76-64-94-19 الذي يمكن إرسال الأسئلة عليه نصية ولا يمكن الاتصال عليه. معنا على الهواء مباشرة ليجيب على أسئلتكم سماحة الشيخ زهير قوصان. أهلا بكم مولانا، حياكم الله. صباحكم الله بالخير والعافية مولانا. الآية المباركة أو الآيات المباركات تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أولا السؤال الأول، شو يعني مطففين؟ والسؤال الثاني، هل التطفيف يحصل فقط بالميزان؟ وما علاقة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون بالتطفيف والعملية كلها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المراد بقوله تعالى ويل للمطففين هو نوع تهديد ووعيد من الله عز وجل لبعض الناس الذين يخالفون الضوابط الشرعية في مجال الكيل والميزان. والتطفيف هنا والمطفف هو الذي ينقص المكيال. التطفيف هو الإنقاص. أن ينقص. يعني مش التطفيف هو الذي زيد، لا، الذي ينقص، بحيث أن الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يعالج حالة سائدة بين الناس في معاملاتهم الاقتصادية، بحيث أن الإنسان دائما يريد أن يستوفي حقه كاملا ويسعى أن يؤدي ما عليه من الحق ناقصا. ولذلك قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا اكتال لنفسه يستوفي حقه من دون نقصان، لكن إذا كان يكيل أو يزن أو يعد لمصلحة الآخر يطفف وينقص ويخسر. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون ويعطونهم أقل ما يستحقون. والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والقسط وأقام العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان على أساس الحقوق المتبادلة، إنه كما أن لك حق على الآخر كذلك للآخر عليك حقوق. وكما تسعى أن تستوفي حقك من الآخر فلا بد لك أن توفي الآخر حقه الذي له عليك، وليس لك أن تطفف، أي أن تنقص عندما تريد أن تؤدي الحق للآخرين وتسعى للاستيفاء واستيفاء تمام الحق فيما لو كنت تستوفي حقك من الآخرين. وهذا على قاعدة وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، كما جاء في وصية الإمام الحسن عليه سلام الله، حيث يقول عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به تكن عادلا. إذا أردت أن تكون عادلا، إذا أردت أن تكون من أهل العدل والقسط، لابد أن تعامل الناس
بنفس الكيفية التي تحب أن يعاملوك بها، فكما تحب أن تستوفي حقك من الآخر عليك أن تسعى لأداء الحق تاما وكاملا للآخر من دون نقصان. أما موضوع أن ما ربط التطفيف بقوله ألا يظن، هذه مسألة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهؤلاء الناس أن أنتم تخلون بهذا التوازن وتخالفون الضوابط والقواعد الشرعية، ألا تظنون وتحتملون أنكم مبعوثون ليوم يحشر فيه الناس ليحاسبوا على أعمالهم؟ يعني كأن الله يريد أن يلفت نظرنا إلى هذه المسألة، أنه أيها الإنسان إذا استطعت في دار الدنيا أن تتخلص وتجتنب العقاب وتجتنب المساءلة وتجتنب المحاسبة، إما لأنك في موقع قوة وسلطة لا يستطيع أحد أن يحاسبك، أو لأنك تستطيع أن تتخفى وتحتال بطرق شتى وتوهم الآخر أنك تؤدي إليه حقه وأنت لا تؤدي إليه حقه، فلا يستطيع أن يطالبك بشيء. فإذا كنت في دار الدنيا قادر على التخلص والتملص من المحاسبة والمساءلة، أفلا تظن بأن هناك يوم ستبعث فيه بين يدي رب لا تخفى عليه منكم خافية، يعلم السر وأخفى؟ ألا تظن أنك ستحشر يوم القيامة بين يدي الله وتشهد عليك هذه اليد التي بها كنت تطفف؟ لأن الإنسان متى يتجرأ على المخالفة؟ عندما يأمن العقوبة وعندما يأمن المساءلة والمحاسبة. أما عندما يعتقد الإنسان أو على الأقل يحتمل أن يحاسب على فعل، يحتاط. وهذا طريقة العقلاء، كل العقلاء بغض النظر عن أنهم متدينون أو لا، وبغض النظر عن مسألة يوم القيامة أو غيرها، حتى في دار الدنيا. يعني اليوم لما مثلا بيكون إنسان عم بيخالف القوانين المرورية، بمجرد أن يحتمل أن يكون هناك رادار يراقب الطريق بأجل ضبط السرعة والمخالفة وكذا، وبيخاف على نفسه من العقوبة، بيخاف على نفسه من الغرامة المالية. هلا هو ما عنده يقين بأنه في رادار، بس بيحتمل، بيظن أنه في رادار. شو بيعمل؟ بيخفف السرعة وبيلتزم بالضوابط والقوانين. ليش؟ لأنه يحتمل أن هناك رقابة، وعلى أساس هذه الرقابة سيحاسب ويساءل ويعاقب، فيحتاط فينضبط. كذلك الإنسان عندما يحتمل، إذا كان ذا عقل سليم وكان مؤمن بيوم القيامة ويحتمل أنه أقله يحتمل أو يظن بأن هناك حساب ومساءلة، فلا بد أن يحتاط ولا يجرؤ على هذا الفعل. أما عندما يجرؤ على هذا الفعل ويتناسى ويتجاهل يوم القيامة وما فيه من مساءلة ومحاسبة، فتوقع منه كل شيء وتوقع منه كل إجرام. نعم. عادة سمحت الشيخ، يعني التطفيف، عملية التطفيف تنسحب على كل شيء في الحياة ولا فقط على الوزن؟ لا لا لا، يعني الوزن ورد يعني لعلاج حالة وظاهرة قد تكون كانت سائدة وحدثنا الله سبحانه وتعالى عنها في مجتمع من المجتمعات. ولكن اليوم في كل مجال من المجالات، على المستوى السياسي
يعني اليوم لما بنشوف في فريقين، دولتين، مجتمعين عم يتحاوروا ليرسموا قواعد للعلاقة السياسية فيما بينهما. نعم. فمنلاحظ أنه في بعض الدول أو بعض القوى أو فريق من هذه الفرقاء يحاول أن يجعل لنفسه مائز مقابل الطرف المقابل، ويحاول أن يقلل من حظوظ الطرف المقابل على المستوى السياسي، فهذا نوع تطفيف، بحيث كل ما يرتبط بي وبأمني وباقتصادي وبسياسة بلدي أو سياسة فريقي أو سياسة جماعتي لابد أن يكون تاما ومستوفى، لكن الطرف المقابل لا يهمني إذا أخذ حقه أو لم يأخذ حقه. في العلاقة الزوجية يمكن أن نتصور التطفيف، إما من قبل الزوج وإما من قبل الزوجة بحسب وضع كل منهما وقوة كل منهما. فأحيانا قد يمارس التطفيف الزوج على زوجته بأنه عندما يريد أن يؤدي إليها حقها يؤديه ناقصا، وعندما يريد أن يستوفي حقه منها يريده تاما كاملا من غير نقيصة. هذا نوع تطفيف. نعم. إذن التطفيف يمكن أن يدخل في كل علاقة وفي كل شيء فيها حقوق متبادلة. نعم. اسمح لي باتصال سماحة الشيخ. تفضلوا. ألو. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمك. مشتاقين لنحكي معاكم. أهلا وسهلا. كيفك يا مولانا؟ الحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم. الحمد لله، يبعث لكم العافية يا رب. أنا ما بدي شيء، بس إنه الإذاعة عم بتخشخش بتضل ما جاي منيحة. وين يا حاجي؟ بأي منطقة؟ نحن على الصناية. على الصناية؟ ايه. يعني صار مثل هالبلد، كل البلد صاير عم بخشخش. عم بخشخش، كل بلد خشخشين صرنا يا بابا. يلا بعين الله. ان شاء الله يا حاجي. ان شاء الله. ان شاء الله يصلحوها. الله يرضى عليكم يا رب. العافية. الله يعافيك. هي مشكلتها قديمة هونيك. طيب مولانا، بيقول السؤال انه ابنه متوفى صار له سنة وشهرين، تيابه بعدهم بالبيت، عم يقولوا له انه غلط يبقوا بالبيت وكرماله لانه ما بيسوى لازم يتوزعوا، فهل صحيح هالشي ولا لا؟ لا، التياب المتوفى هن صاروا تركة مثل سائر ما يملك، فهن حق للورثة، فالورثة لهم ان يتصرفوا بهم بما يشاؤوا. إذا كان خارج يلبسوهم ويستعملوهم هن، ففيهم يوزعوهم على بعضهم كلهم بحسب نصيبه من الميراث. يعني إذا كان البي والأم موجودين فهذول للبي والأم، إذا كان عنده أولاد فأولادهن الورثة مع الأب والأم، إذا ما عنده أب ولا أم ولا عنده زوجة ولا عنده أولاد فأخوتهن اللي بيورثوه، فإذا هذا حق للورثة. نعم. هن حرين يتصرفوا فيهم كما يشاءوا، بخلوهم للذكرى من ريحته من أتره، مثل ما بيحاول بعض الناس بيقول لك هو خليهم، بدي خليهم عندي بالبيت من ذكرى من ريحته كذا، يعني الناس وما تفكر. نعم. فهذا حق للورثة. حق للورثة بيحبوا يخلوهم وهن الكل متراضين ومتوافقين، ما في مشكلة، بحبوا يتصرفوا فيهم يوزعوهم عن روحه يهدوهم لحدا يبيعوهم، يعني هذا حق للورث، فيهم يتصرفوا مثل ما بدهم، حق لأنه للورث كإرث، يعني إرث. إرث هذا لكل وريث. إذا حدا من الورث قال أنا بدي حقي من هالتياب، من قل له حقك هالقميص وهالبنطلون، تفضل، هو حر يصطفل فيه. نعم. يعني هاي مسألة حرام يبقوا حرام كذا، ده حكي. بيقول قلعت ضرسي وما زال الدم ينزف من فمي، كيف أصلي؟ يعني هلأ إذا بقي الدم ينزف وصار وقت الصلاة وخاف أنه إذا بده ينتظر حتى ينقطع الدم يفوت وقت الصلاة، فهم ما في مشكل
بيصلي حتى لو كان مع بقاء الدم، لأنه هذا الدم النازف المستمر معفو عنه في الصلاة بسبب استمرار النزف. أما إذا كان لا بيعرف حاله أنه إذا بينتظر له شي نص ساعة لترباع الساعة بينقطع الدم قبل فوات وقت الصلاة، فهون بده ينتظر حتى ينقطع الدم وبعدين بيصلي. أما إذا بيعرف أنه الوقت بده يمد معه وما رح ينقطع الدم قبل خروج وقت الصلاة، ممكن يصلي مع وجود الدم ولا إشكال في صلاته. هل يجوز للرجل أن يصلي بالثياب الداخلية والمرأة أن تصلي بثياب غير ثياب الصلاة؟ بالنسبة للرجل يكفي أن يستر العورتين القبل والدبر، نعم، ولو بأقل الساتر، المهم أنه يكون العورتين مستورتين. أما بالنسبة للمرأة لا يوجد عندنا لباس خاص للصلاة، يعني هذا الغطاء والتنورة أو ما شابه ذلك أو التشادور أو الغطاء الكامل من فوق لتحت، هذا مش شيء واجب أن تلبسه أثناء الصلاة. المهم أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند السيد فضل الله، وعند بقية الفقهاء الوجه مع الكفين. إذا لبست أي لباس يحقق هذا الستر ولو كان لباسا ضيقا، يعني افترض لابسة مثلا كنزة ولابسة بنطلون وحاطة إشارب على راسها بحيث مغطي شعرها مغطي رقبتها ومغطي كل جسمها وما مبين منه جسمها إلا مقدار الوجه الذي يغسل في الوضوء ومقدار الكفين ومقدار القدمين عند السيد فضل الله، وعند غير السيد فضل الله فقط الوجه مع الكفين. إذا مستورين بقية الجسم كله مستور ما باين منه إلا هو، صلاتها صحيحة. ما عندنا لباس خاص للصلاة، المهم أن تكون المرأة ساترة لتمام بدنها عدا الوجه والكفين. بهالحالة سماحة الشيخ تفرق ما بين أن يكون هناك ناظر أجنبي وغير حتى ذلك. لو كانت في مكان لا يوجد معها أحد لا أجنبي ولا غير أجنبي، لو كان هناك أجنبي ينظر إليها، حتى لو كان هناك أجنبي ينظر إليها، هي الحرمة من جهة النظر وعدم النظر، ليس من جهة صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. يعني قد تكون آثمة لأنها ظهرت أمام الأجنبي بهذا الشكل، ولكن صلاتها صحيحة. فصح. من جهة أخرى سمحت الشيخ تقول: هل أستطيع أن أعطي مالا لأختي ولبناتي من مصروفي الخاص؟ يعني هي امرأة ظاهر بيعطيها مصروف زوجها، تعطيها تعطي لأحدها؟ إذا كان الزوج عم يعطي زوجته مال إلها عم بيملكها إياه، نعم، إنه هذا إلك فحرة تتصرف فيه، نعم، بتعطي لأختها، بتعطي لأمها، لبيها، لعمها، بتعطي لبنت الجيران، لحدا من أصدقائها، لحدا من معرفها، ما دام عم بيقول لها هدول إلك أنت ملك لإلك، هي حرة. أما إذا لا عم يعطيها إنه هذا مصروف، إذا محتاجة نفقة تنفقي على نفسك، حتى ما كل ما بتحتاج شيء تجي تقولي لي أعطيني، فهذا مبلغ خليه معك اصرفي فيه على نفسك. إذا هو ما عم بملك المال ويصير ملك شخصي إلها. يعني أنا اليوم مرة بنتظر زوجتي بالبيت، كل ما احتاجت شيء لإلها أو للبيت بتقلي بدنا الشغل الفلاني يعطيني، بعطيها على قدها. ومرة لا بقلها خلي هذا المبلغ معك، شو بتحتاج شيء لإلك أو للبيت بتصرفي منه. فهذا إذا أنا عم بعطيها مصروف للبيت ما عم بملك المال، فهذا ما بيجوز تتصرف فيه في خلاف النفقة المتفق عليها. نعم. أما إذا كان هو لا مرخص له أنه أيضا إذا حدا إجا، حتى إذا إجا سائل مثلا عم يطلب مال، جهة مثلا عم تجمع تبرعات،
حدا بتعرفيه محتاج انت او حبيت تساعديه او حبيت تهديه، اذا سامح له ما في مشكل، اما اذا لا ما سامح له، حتى لو بيجي حدا مثلا عم يطلب صدقة عم يطلب تبرع عم يطلب كذا، ما له حق تمد ايده وتاخذ مال وتتبرع وتقول والله ايه قربة الله تعالى. قربة الله تعالى بتتبرع من مالك الشخصي مش من مال الغير. وبيبقى فعلا يعني انه هذا المال للزوج، يعني مال إيه هو مال للزوج غاية الامر، وكلها في أن تنفق منه على نفسها وعلى البيت. أما مش تروح تتبرع مثلا لفلان ولفلان، حتى لأولادها، لأولادها بتعطيهم ما يتعلق بمصروفهم اللي لازم يعطيهم إياه أبوهم. مثلا محتاجين شيء للمدرسة، محتاجين خرجية إلهم، هذا طبعا على الأب، فهي من ضمن مصروف البيت. أما والله البنت حابة مثلا تشتري لها شغلة هيك إلها خاصة، لا بدها تستأذن بيها، ما بيصير. بتقول يا شيخنا انه انا سمعت رجل دين على اليوتيوب عم بيقول انه اذا واحد عليه صلاة مثلا كذا سنة، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، انه في بس يوقف مثلا ويقول اصلي صلاة الصبح عما في ذمتي، فيسقط كل الصبح الذي في ذمتي بركعتين، أصلي صلاة الظهر عما في ذمتي بيسقط كل اللي علي من الظهر، وكذلك العصر والمغرب. يعني بنصلي فريضة عن يوم واحد، ايه عن يوم واحد 20 سنة كل اللي علي، ايه بنسقط 100 سنة، ايه. فشو رأيكم بهالموضوع؟ كلام غير صحيح. هلا هو لا يصدر عن عاقل اساسا، قصدي ممكن يكون مفهوم غلط هو، يعني اما مفهوم غلط ايه؟ او اللي عم يحكي هو غلط، ايه اكيد، بس يعني بس هو منتحل صفه يعني. نعم. يعني كم وكم من الناس، حتى يعني انا بذكر مره احد الاخوان، نعم، سال عالم، نعم، او بالاحرى معمم، نعم، نسميه عالم، نعم، معمم، قال له انه انا عندي مدة من الزمن 30 سنة صلاة، فشو الطريقة اني انا اخلص منهم؟ يعني بدهم كتير قضاء. فقال له راح علمك عليمي عمل بتعمله خلص. فهذا ما كتير قبض المسألة، عديله موظف معنا بالحوزة، ايش عم بيقول لك صار معي 1 2 3، في هيك شيء؟ لا ما في هيك شيء. قال له اسأل لي بلكي في شيء انت ما بتعرفه. يعني في ناس يتبرعوا وبيحكوا، حتى في ناس مثلا بيسمعوا فينا نعرف الصلاة وصف شيخنا انا نسيت. في ناس مثلا بيقول لك انه الصلاة في المسجد الحرام بكذا ألف صلاة، صلاة في المسجد النبوي بكذا ألف صلاة، الصلاة بالنجف أو بالحائر الحسيني أو بمسجد الكوفة أو بالمسجد الأقصى، نعم، هذا أجرها وثوابها، بس مش معناته إذا أنا صليت فريضة الصبح بالمسجد النبوي يعني سقط عني 10,000 صلاة صبح إذا كان في بذمتي. لا، هي صلاة صبح صلاة صبح، غاية الأمر الله بيعطيني عليها ثواب عظيم لأنه في هذا المكان العظيم. أما ما بتعادل عدد فرائض وعدد سنوات وعدد أشهر، لا، علي شهر بدي أقضي شهر، علي يوم بدي أقضي يوم. نعم. بالنسبة لصلاة الصبح لأي ساعة بتبقى واجبة؟ أنا اليوم فقت على 5:30 وكان في ضوء، هل لازم كنت صليها قضاء أم أداء؟ بعتقد على 5:30. 5:30 كانت طالعة الشمس لأنه 5:27 تقريبا شروق الشمس اليوم. يعني دائما نحن خلينا، يعني عنا هلأ الحمد لله كل العالم صار في بإيده تليفونات وقادرين يحطوا تطبيق مبين فيه مواقيت الصلوات، مواقيت الصلاة صحيح، وقت الفجر وقت الشروق. هلأ بيحطط له دقيقة دقيقتين بالزايد بالناقص بحسب بعض التطبيقات وبعض التقاويم، قد ما نكون مطمئنين إلى دقتها، فبس بيصير على الأقل يعني عندي
نوعا ما معرفة بمواقيت الصلوات وما بعود بحتار إذا أنا صليت بهالوقت صلاتي قضاء ولا مش قضاء، صحت صلاتي ما صحت صلاتي، كانت بعد دخول الوقت قبل خروج الوقت. فهلأ البعض قد يحتاج أنه هاي التطبيقات الإلكترونية ما دقيقة، يا أخي قد ما تكون دقيقة 100%، فبزود لي دقيقة دقيقتين وبنقص لي دقيقة دقيقتين، يعني بحطار. طيب بهالحالة شيخنا إذا واحد فاق وما عرف أنه بيأدي ولا بيقضي شو بيعمل؟ إذا ما عنده علم أنه الوقت الشمس طلعت وكذا وصلى، فبيصليها هو على أساس أنه أداء، ما في مشكلة. ما حكم من تدهسه سيارة ويتوفى؟ هل يحتسب كشهيد أو ثوابه ثواب شهيد؟ يعني هلأ مسألة شهيد، لا ليس شهيدا، يعني بمعنى إذا بدنا نقول الشهيد بالمعنى الشرعي وهو الذي لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ودمائه، هو ليس شهيدا. نعم. يقينا وقولا واحدا له أجر الشهيد وثواب الشهيد، هذا بحسب حاله وبحسب وضعه لأي شيء كان يمشي في الشارع. هل كان يكد على عياله؟ لوان رايح؟ لوان. هل كان قاصد عمل في سبيل الله، في مرضات الله، في طاعة الله؟ فحتما الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر الشهيد وثواب الشهيد. هل كان مستهترا وهو يقطع الطريق؟ هذا هو مثل بحسب وضعه. يعني ما فينا، مش كل واحد والله مات بحادث، مرة واحد بيموت بإطلاق نار شهيد، بيموت بحادث سيارة شهيد، بيموت كذا شهيد. عمي لا، المسألة مش هيك. ما في عنا ناس ماتوا مع الرسول وكان الشهيد الحمار، يمكن واحد رايح عم بخطط يروح بده يأذي له أذية وهو رايح ضربته سيارة ومات. هذا على أساس بدي أعتبره شهيد أنا؟ ما هو أصلا كان رايح، يمكن الله بعت له السيارة تضربه لحتى يدفع البلاء والأذى عن الناس اللي كان ناويلهم الشر. بيكون دفع الله بموته الشر عن قوم. لأنه في كتير أحيان واحد بيكون عم بيخطط رايح بده يأذي، رايح بده يرتكب معصية، بده يعمل له شيء عمل محرم. إذن كل شيء بحسب صحة الشيخ. يعني ما وبحسب فينا نجي نقول والله، ومثل ما بينقال عادة حسب نواياكم ترزقون. يعني هلا مثلا في بعض الروايات مثلا بيموت غرق شهيد، بيموت كذا، بس هذا أفرض شباب رايحين كانوا عم يتسكعوا عم يسبحوا وغرقوا. نعم. ما فيني أقول والله هذا مات غرقا، وفي رواية بتقول مات غرقا فهو شهيد. شوفوا هذا كيف كان عم يسبح، وين كان عم يسبح؟ مرة عم يسبح لبمكان مختلط نساء ورجال، وكان عم يعمل العمايل هو السابحين والسابحات وغرق. ما فيني أقول والله هذا مات غرقا فهو شهيد، يعني بمعنى له أجر الشهيد. صحيح. نعم. كلهم بحسبه وعند الله سبحانه وتعالى. نعم. لأنه الله بيعرف، يعني حتى أحيانا واحد بيكون عم بيقاتل إذا النبي كما ذكرت، وبالأخير لا يحتسب شهيدا لأنه نيته ما كانت لم يخرج لله وللرسول. نعم. هل يجوز تحديد الحواجب بالتنبيط، يعني النتف، يعني بين هلالين النتف التنبيط؟ يعني بمعنى آخر أنه ما لم يصدق عنوان التبرج فلا إشكال، يعني إذا كان وضع طبيعي وبحيث صار شيء يعني عادي طبيعي ولا يصدق أنها متبرجة ما في مشكل. يعني أحيانا أنه بالخيط مثلا ما له علاقة بأي شيء، يعني الوسيلة مش مهمة، ما له علاقة بالوسيلة، مهم الشكل، أن لا تخرج متبرجة ويصدق أنها متبرجة أمام الأجنبي. وإلا يستحب للمرأة أن تنظف نفسها وأن تجمل نفسها من أجل زوجها، من أجل، أما المهم أن لا تخرج متبرجة ولا يصدق عنوان التبرج أمام الأجنبي. نعم. وبالتالي الوسيلة ما لها علاقة. أنا بدأت عملا بمطعم شرعي 100%. أمس وصلنا خبر أنهم بدهم يبلشوا يبيعوا مشروب، فهل يجوز أن أبقى بالشغل
حتى أجد عملا آخر؟ كوني مش ضابب مصاري عجنب أصرف لحتى إذا تركت أصرف منه. هلأ بإمكانه يبقى ويستمر بالشغل لحتى يشوفهم بلشوا، وعم بيقول وصلنا خبر بدهم يبلشوا بعد ما بلشوا. بس على فرض بلشوا، إذا بيقدر هو ما يقرب على الخمر وما يتعاطى بالخمر والمشروب لا تقديما حتى ولا إذا بلشوا ولا يعني شو. حتى إذا بلشوا أفرضوا وعم يشتغلوا ما عنده. هلأ إذا عنده فرصة عمل أخرى الأفضل أنه يترك. الأفضل أنه يترك إذا عنده فرصة عمل أخرى، ما مننصحه يبقى ولا منقول له خليك. بس لو فرضنا لبين ما يلاقي شغل ووضعه ما بيسمح له يقعد بلا شغل لبين ما يلاقي شغل آخر، فإذا بيقدر ما يقرب على الخمر والمشروب لا بأس. بس يعني وإن كان الأحسن إنه شغلته إنه كمان ما إنه من الأصل ما إلها علاقة بالمشروب. إنه وبعد عم بيقول بدن يعني بعده مشروع الحكاية لسه ما صار مطبق. هل عم بيقول بأي وقت يحق للحاج التضليل؟ يعني طبعا عند الضرورة أو عند المرض. يعني أفرض إنسان مثل كثير من الأحيان الآن قد السلطات في المملكة قد لا تسمح باستخدام السيارات المكشوفة أو الصعود على ظهر الباص أو ما شابه ذلك حتى يضمن عدم التضليل، هاي واحدة. أو قد يكون هو يتأذى من الشمس أو كذا لم يكن مظلل، فحينئذ يمكن له أن يتظلل. نعم. والدته مصابة بمرض السرطان ومنتشر عندها، هل إذا رفضت العلاج الكيميائي وهو علاج قاتل للجسم بنفس الوقت هل يجوز لها الرفض أم لا؟ يعني إذا تيقننا أن العلاج كعدمه، بل بالعكس قد يكون أثر العلاج أسوأ من عدم من العلاج. نعم. فهي حرة. أما لا، إذا كان في احتمال ولو بنسبة معينة للشفاء أو لتخفيف الآلام أو تخفيف العوارض أو تباطؤ الانتشار، فلا بد لها أن تأخذ العلاج. يعني مثلا إذا كان بيخفف الآلام أو تلقي نفسها أو بمد العمر شوية، بدل ما أنه والله خلال شهرين يكون منتهية، لا ممكن تعيش سنة سنتين ثلاثة وعايشة. فليش بدك تسرع على نفسك وتحرمي نفسك؟ خليكي، الله كاتب لك بعد عمر، خليكي خذي العلاج وتوكلي على الله. هل أصلي بالحج قصرا أم تماما؟ طبعا هون بحسب اختلاف الفقهاء. عندنا أكثر الفقهاء منهم السيد الخوئي رحمه الله، الإمام الخميني رحمه الله، السيد السيستاني، السيد الخامنئي. كثير من فقهائنا يقولون أن في مكة والمدينة المكلف بالخيار بين القصر والتمام حتى لو لم يكن هناك نية إقامة. في مكة والمدينة. نعم. أن المكلف مخير بين القصر والتمام، ولكن عند سيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه الأحوط وجوبا القصر حتى في هذه الأماكن، إلا أن يكون كثير السفر إلا أن يكون كثير السفر أو ناوي الإقامة 10 أيام. نعم. أخي توفي وهو متزوج من امرأتين، امرأة مطلقة والثانية موجودة وعنده أولاد من زوجته الأولى، 2 عايشين بعيد عنه خارج القطر، وابنه الثالث علاقته سيئة بأبيه، وأنا عندما توفي أخذت الإذن من زوجته الثانية وتصرفت بملابسه ووزعتها للفقراء المحتاجين، فهل أنا مأثوم؟ طبعا، لأنه لا يحق للزوجة أن تأذن بالتصرف بكل شيء، هي لها نصيبها باعتباره إرث. يعني إرث، هي لها نصيبها، لها جزء من هذه التركة، فيمكن أن تتصرف بهذا الجزء الذي تستحقه وهو مقدار الثمن مما ترك. طيب. أما الباقي ليس لها حق التصرف. نعم. وبالتالي هذا الإذن لاغي وباطل،
والتصرف الذي وقع ليس صحيحا. سأعود إلى نفس السؤال بعد اتصال. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا عندي سؤالين مختلفين عن بعض. تفضل. كنت امبارح عم صلي ريت الحمد ونسيت اقرا السورة الثانية وقطعت. قطعت يعني لوين وصلت وانتبهت؟ صرت يمكن تقريبا على الثانية لما قريت السورة الثانية تذكرت ليه بالأولى أنا ما قلت للثانية. صرت بالركعة الثانية يعني. بالركعة الثانية انتبهت؟ انتبهت إنه بالأولى ما قلت السورة الثانية. ماشي. رجعت كملت صليتي، صليت ركعتين السهو جلوس. ماشي. السؤال الثاني. الثاني أنا شوفير تاكسي. بيطلع معي هلا شاب من بعيد، أنا فكرته بنت الصراحة. بنت شعر بنت ما حكي عرفته شاب. هولي بس بدنا نعرف الشرع شو حكمهم هولي، يعني اللي بيكون مش بإيده. قال لي مش بإيدي، هذا من الله. خليت هيك يعني بحب الشباب، البنت بتحب البنت والشاب بحب الشاب. شو حكمهم هولي بالدين؟ ماشي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. بالعودة لسؤال شيخنا، موضوع الإرث، يعني عم يقول إذا أنا كنت مأثوم يعني بتصرفي هذا وتفضلت أنه هو مأثوم، إذا بيعرف أنه هذا مال، عم بيقول كيف أبرئ ذمتي أمام الله علما أنني تصرفت بحسن نية ولم أكن أعلم بذلك. هل مرة حتى لو ما كان بيعرف هو إذا بيقدر يجيبهم فبده يرجعهم ويعطيهم للورثة، أو بده يتسامح من الورثة. إذا هلأ الورثة قالوا له مسامح، يعني إذا قالوا له مسامح ونحن مسامحينك خلص ما في مشكلة. ما في مشكلة. أو بده يعطيهم بدل قيمتهم يعني. ماشي. طيب، الحمد قرأ الحمد ونسي السورة وتذكر بالركعة الثانية. إذا إنسان نسى شيء من واجبات الصلاة، نعم، كقراءة الفاتحة أو قراءة السورة أو حتى تكبيرة الإحرام بحسب فتوى السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه، ولم يلتفت إلا بعد أن ركع أو بعد أن صار في ركعة ثانية أو ثالثة والتفت أنه في الركعة الأولى نسي مثلا تكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو السورة، يمضي في صلاته ولا شيء عليه، غايته يسجد سجدتي سهو فقط. يسجد سجدتي سهو. نعم. أما لو تذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع من نفس الركعة الذي وقع فيها النسيان، فعليه أن يتدارك ويأتي بالشيء المنسي. نعم. أحيانا شيخنا يعني بيهوي للركوع ولكن لم يصل إلى حد الركوع إذا وتذكر. بعد ما وصل لحد الركوع يعني أنا هميت بالركوع. أيوة. بعد بس ما تحقق عنوان صحيح. الركوع التفت أني أنا ما قرأت الفاتحة أو ما قرأت السورة أو حتى ما كبرت تكبيرة الإحرام. فبرجع ما دام انا تيقنت اني انا ما عامل، برجع بجيب الشيء اللي ناسيه وبكمل. نعم. كمان باخذ اتصال. تفضلوا. ايه السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي اسال بس، كان مولانا قبل شوي عم بقول على راي السيد الله يرحمه انه الوحده ببين وجهها وايديها ولازم تغطي، يعني لازم تلبس كلسات هي عم تصلي. لا لا لا، راي السيد قلنا يجوز كشف ظاهر القدم، اما عند غير السيد لا يجوز، لانه لا اللي سمعناه نحن بالعكس هيك. لا لا, لا. الشيخ قال هيك. ايه. لكن نحن هلا بيجوز بس ما دام سالت عم نوضح الان. ايه. عند سماحه السيد يجوز كشف الوجه بمقدار الذي يغسل في الوضوء والكفين وظاهر القدم. وظاهر القدمين. القدم. أما عند غير السيد فقط الوجه والكفين. أهلا وسهلا فيك. وضحت المسألة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بتقول زوجي متوفى وابني عامل لي مصروف شهري للبيت وبناتي، مش شهري بس بيعطوني خطرات، لازم اتسامح منهم واسألهم إذا أنا بدي ساعد محتاج، وكنت أعطي أختي وهي بحاجة. ابني قال لي صف لي شو بدك تعملي بهالراتب اللي عم بعطيك اياه، اعملي بس ما تقولي لي بقلب الشهر انه خلص المصريات، اعطيني بدال. نعم. اعملي اداره لحالك وهودي المصريات لإلك، اعملي اللي بدك اياهم فيهم. ف دمتي بريئه ام لا؟ طبيعي ما دام عم بيوضحوا له انه احنا هذا عم نعطيك اياه لك صف لي. نعم. بس انت ديري بالك ما تضطري تحتاجي خلال الشهر وتقولي نعطينا، لأنه ما فينا نعطيك. صحيح.
نحن عاملين حسابنا نحن عاملين حسابنا هالقد أكثر من هيك ما بنقدر نأمن لك، فأنت ديري بالك عليهم، صرفيهم باللي بتشوفيه مناسب، بس بدك تدير بالك. يعني مثل هلأ أنت عندك راتب وظيفتك، عملي إدارة لإله، أنت موظف الآن وعم يجيك راتب من وظيفتك، أنت حر تتصرف بهذا المال كيف ما بدك، بس بدك تعمل حسابك أنه أنت بنص الشهر ما عندك راتب. مزبوط. هذا الراتب تقبضه اليوم بده يكملك آخر الشهر، فأنت بقى بدك ترتب أمورك وتدير أمورك. فأنا بريء دمك بتصرف فيه، بتتصرف أنت لما بتتصرف خلاص، اللي تصرفته أنت حر، هذا مالك شخصية إلك، حق شخصي إلك. بس إذا والله انكسرت خلال نص الشهر ما حدا قاله عندك شيء، أنت بدك تدبر راسك بقى. إذا قعدت ببلدي 10 أيام ثم ذهبت إلى بلدة ثانية وقعدت 2 يومين ورجعت على أول بلدي، كيف برجع بصلي بالبلدي؟ بده يرجع ينوي الإقامة 10 أيام بالبلدي الأولى. إذا ما رجع نوى الإقامة بصلي قصر. إذا كان المسافة اللي قطعها لما انتقل من مكان إلى مكان هي مسافة سفر، أما إذا لا، أنا كنت ناوي الإقامة بهذه المنطقة وأقامت 10 أيام ثم خرجت إلى منطقة دون المسافة الشرعية 2 يومين بنية الرجوع إلى البلد الأول، ما في حاجة ينوي الإقامة جديدة، فبيكمل بتضلك أنا الإقامة مش سارية. إذا ما كنت عارف كم يوم رح أقعد بضيعة محددة كيف بصلي؟ وبعد كم يوم قصر. بيصير فيني صلي تمام؟ بيصلي قصر ما دام متردد، ما بيعرف حاله قديش بيقعد، إلى أن يمضي عليه 30 يوما في نفس المكان وهو متردد بين الإقامة والسفر. فإذا صاروا 30 يوم ولم يغادر يبدأ، فبيبدأ بالتمام بال31. هل هناك إذا أراد الأهل توريث الأولاد بين ذكر وأنثى بالتساوي بغض النظر عن الآية الكريمة للذكر مثل حظ الأنثيين، هل هناك إثم شرعي؟ إذا كان ذلك بتوافق وتراضي كل الأطراف ما في مشكل. إذا كان بتراضي الذكر والأنثى ما في مشكلة. ما في مشكلة، أما إذا لا بده يتم التوزيع وفق التقسيم الشرعي، هذا إذا كان بعد الموت. أما إذا هو حال حياته يريد أن يوزع أمواله للذكر مثل الأنثى، ما حدا قاله عندي شيء. يعني أفرض بحياته، هو بده يقسم بحياته قبل ما يموت، بده يقسم أمواله على أولاده، وإجا وزع هذا المال على أولاد أعطى الذكر مثل الأنثى من الميراث، فهذا لا يتم إلا إذا وافق الورثة. بخصوص الصلاة بالحج شيخنا، الأحوط وجوبا أو برجع لمرجع آخر بالنسبة للصلاة؟ هو لما نقول أحوط وجوبا يعني بإمكانه إنه يرجع، يلتزم بالفتوى بالاحتياط ويقصر، وبإمكانه أن يرجع إلى مجتهد آخر إذا أحب ذلك. يعني لمجرد أن قلنا أحوط وجوبا في يرجع لها، بيقدر يرجع. ما الهدف وما الفائدة من وضع الذبيحة تجاه القبلة؟ يعني الله سبحانه وتعالى كلفنا بذلك، تكليف إلهي، وليس من الضروري أن ندرك كل حكمة وكل غرض وكل داء. نعم، ولا بد من حكمة ما، لا بد من مصلحة ما، قد ندركها وقد لا ندركها. نعم. يقول ما رأي سماحتكم في عالم روحاني يبطل السحر ويرد الزوجة وإلى آخره؟ لا أعتقد فيها أن هيك، في ناس يدعون ذلك، تضبط معهم حالة وبتخرب معهم حالات. إذا غضب الزوج على زوجته صحيح أنها لا تدخل الجنة؟ إذا كانت فعلا آثمة ومخالفة لضوابط العلاقة الزوجية ومقصرة في واجباتها فهي مأثومة بلا إشكال. أما والله هو غضبان عليها هيك مزاج، غضبه لا يساوي شيء إذا هي ما مقصرة معه. نعم. وملتزمة بكل ما يجب عليها أن تلتزم به في علاقتها الزوجية، لكن في بعض الأزواج متطلبين بشكل فوق العادة وما بيعجبوا العجب مثل ما بيقولوا للصيام برجب،
فشو ما عملت ما بيعجبه، بيضل غضبان وبيضل طالع خلقه عليها وبيضل كذا، غضبه ما بيأثر. ابني مسلم لكنه أخذ دراسته في فرنسا وانسجم مع الثقافة الفرنسية، وإسلامه يحتاج إلى أي اجتهاد ومثابرة. يعني مثلا يصلي في الوقت ولكن بسرعة. الآن جاء بنصرانية يريد أن يتزوجها ويبحث عن ما يجوز وما لا يجوز، ويسألني هل يحق أن يتركها على حالها بالنسبة للشراب واللباس، وأن يحاول شيئا فشيئا إدخالها في الإسلام. من حيث المبدأ يعني ما إلى علاقة والله من وين تلقى علومه وين تلقى دراسته، المهم هو بعده زلم معترف أنه هو مسلم. نعم. وعم بيمارس العبادات. هلأ نعم مرة بيمارسها بشكل سريع بحيث يمكن يكون فيها خلل بسبب السرعة وكذا، فبده يلتفت لنفسه، لا يحاول أنه يتأنى بصلاته يتأنى بعبادته لحتى يؤديها بشكل صحيح. أما موضوع الزواج من نصرانية وهل يبقيها على حالها يعني لا يدخلها الإسلام ولا يلزمها بالحجاب وما إلى ذلك، من حيث المبدأ يصح الزواج والزواج صحيح ولا إشكال فيه، غايته أنه من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، واحد يأمر زوجته أن تلتزم بالضوابط الشرعية والأحكام الشرعية، ولا بأس أن يسعى ويحاول معها قد يدخلها في الإسلام. هلأ صحيح قد لا يستطيع أن يفرض عليها الدخول في الإسلام دفعة واحدة، بل يحتاج الأمر إلى شيء من التدرج، الحوار، النقاش الهادئ والموضوع حتى يصل معها إلى محل تقتنع، فهذا أمر طبيعي لأنه ما فيك أنت تجي لواحد تقول له صير مسلم ما بيمشي الحال، صير مسلم هيك ما بيمشي الحال، بدك تأخذ وتعطي معه. هلأ قد تطول المدة وقد تقصر بحسب طريقة الحوار، بحسب طريقة النقاش الذي سيدور فيما بينهم. نعم. وهذا أمر طبيعي. إذا دعت الأخت على أخيها لأنه ظلمها ومرض وندمت لأنها دعت عليه، هل تدفع صدقة؟ أولا ليس معلوما أنه مرض بسبب دعاء أخته عليه. نعم. صح أن الله سبحانه وتعالى يسمع للمظلوم ولا يضيع حق المظلوم، لكن مرة أنا بدعي وبتأكد 100% أنه بسبب دعائي خير إن شاء الله، هون بدي أتصدق بدي كذا، بلكي الله سبحانه وتعالى بيرجع بعافية وأنا خلص ما بدي يا رب تعاقبه، أتصدق خير إن شاء الله. بس مين بيقول إنه هو مرض بسبب دعائها؟ يمكن دعائها أصلا هي شعر نفسها مظلومة، لكن هي يمكن تكون عند الله مش مظلومة، فبالتالي دعائها ما له قيمة. يعني كثير من الأحيان بعلاقتي معك مثلا قد أنا أعتبر نفسي أنك ظالمني، بس أنت في الواقع ما أنك ظالمني، بس أنا هيك متهيئ لأنك أنت ظالمني وبلش بدي عليك وبطلب من الله ينتقم وكذا، فالله أكيد ما رح يسمع لي لأنه أنت ما أنك ظالمني، أنا متوقع أنك ظالمني، أنا معتقد أنك ظالمني. نعم. لأني أعتقد أنك أنت غصبت مني شيء هو حق لي وهو بالأصل ليس حقا لي. ما بيصير كثير من العلاقات أحيانا وبيصير عداوات وبيصير خلافات ونزاعات على أمور نتوهم أنها من حقنا وهي في الواقع ليست من حقنا، فبالتالي إذا مش كل واحد دعا على حدا معناته الله سبحانه وتعالى مباشرة استجاب، وبدي اعتبر أي شيء بيصير عليه يعني أنا السبب، وبدي عيش الندى وبدي عيش تأنيب الضمير وما إلى ذلك. هلأ هي لا بأس أن تسأل ربها يا رب إذا كان هذا المرض بسبب دعائي اللهم ارفع عنه واشفه وعافيه وأنا عفوت عنه، جيد هذا. نعم شكرا جزيلا. وهلا بتحب تتصدق كمان أجود وأجود. ونسأل الله المعافاة لها وله ولكل المؤمنين والمسلمين ولكل البشر أجمعين. شكرا جزيلا سماحة الشيخ سهيل قوصان. بيبقى عنا بعض الأسئلة إن شاء الله ليوم الغد مرة أخرى. شكرا سمحت الشيخ، شكرا لكم أعزائنا، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.